مساء الخير عليكم حبايب قلبي. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده وجبه عشاء كده سريعه، الاولاد يخطفوها منك خطف، وكمان تنفع وجبه غدا خفيفه. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، عليهم كده نص معلقه من الملح، معلقه صغيره يعني. معايا كمان رشه او رشتين كده من حبه البركه حسب ما انت حابه. معايا الخميره بتاعتي انا هنا بعد ما يعني اختبرتها، حوالي نص كوبايه ميه دافيه، وعليهم معلقه من الخميره ومعلقه من السكر، وسبتهم كده لحد ما خمروا معايا. انا بدفي الميه هنا لان كنا بالليل وكنت عايزه اعمل حاجه كده سريعه وما كانتش في البال ولا الخاطر، فانت برضو لو عايزه ان انت تجيبي بسرعه وتنجزي بسرعه اعملي زي كده، دفي الميه ومعلقه كبيره من الخميره، وخلي الخميره بتاعتك ان انت تتفاعل واختبريها، هتيجي معاك العجينه بسرعه ومش هتاخد معاك اي وقت خالص. بعد ما عجنت العجين كويس جدا وخدمته، معلقتين زيت كده، ممكن تحطي زيت زيتون زيت ذره زي ما انت حابه. همسك الصينيه بتاعتي وادهنها من الزيت، واللي هنا العجينه بتاعتي هقسمها على 4 كور. هتعرفوا دلوقتي ليه انا قسمتها على 4 كور، بس يعني دي للناس اللي هي سريع يعني عايزه تنجز بسرعه وعايزه حاجه خفيفه ومتاخدش معاكم وقت خالص. بعد ما كورتهم كده 4 كور زي ما انتم شايفين كده، بحاول اخليهم يعني حجم واحد. هعمل برضو الخطوه دي بحيث ان هم يكونوا كلهم قد الوزن او قد الحجم، لو انت يعني عامله زي يعني مش قادره ان انت توفقي ما بينهم. يا ريت بقى الناس اللي وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنساش ان تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسناش بلايك حلو زيكم، وبرده ما تنسناش متابعه على الفيس. بصوا كده حبايب قلبي، بعد ما خلاص كده كلهم بقى حجم واحد هغطيها واسيبها ترتاح في مكان دافي. هتيجي معايا مسافه بالظبط ربع ساعه تلت ساعه بالكتير هتكون خمرت معاكي، لان هنا عجنتها بميه دافيه. شوفوا حتى لو انتوا تلاحظوا اللحمه بتاعتي متلجه لسه مطلعاها دلوقتي، كسرتها عندي كده بالسكينه، قطعها بالسكينه او الشاكوش اللي عندك ممكن تعملي بيه عشان ما تبوظش ليك الكبه. هنا معايا الكبه بتاعتي، معايا 3 حبات من البصل، وبرده فلفل، ومعايا قرن شطيطه للناس اللي حابه الحراق، وطماطم. هاخد الكلام ده كله وهضربه في الكبه على ناعم جدا. الوصفه بتاعتنا النهارده مش هنحط فيها بهارات كتير عشان ما نضيعش طعم اللحمه اللي احنا عاملينها. هنا انا ضربت في الاول مع اللحمه بتاعتي، فرمت ليا او مش عندك ليا حطي دهن ايا كان برضو تبقى جميله. بصوا بقى انا كورتهم وسبتهم يخمروا كده 4 عشان خاطر اخد الكره كده وافرق الاوانيه وافردها على طول، مش اعجنها وبعدين اجي اتقطع كده وبعدين اسيبها تخمر تاني، هتاخد معايا وقت. فانا كده احسن حاجه عملتها ان انا كورتهم في الاول وسبت كل واحد تخمر مع نفسها. بعد ما فرمت كده الخضروات اللي انت شفتها معايا، هنزل بمعلقه كده من بهارات الكبسه وثلاث معالق صغيرين من بهارات الحواوشي للناس اللي حابه. هي دي بس انا هحطه، واحط ملح وخلاص على كده. خدت اللحمه واديتها فرمه تاني مع الخضروات اللي انا عملتها في الاول بحيث ان كلهم يتقلبوا مع بعض. بعد ما خلاص نعمت معايا كده وما شاء الله يعني بقت متماسكه وما عادش فيها ميه خالص، هي بتبقى القوام ده ما بتبقاش سايبه معاكي، بتبقى متماسكه شويه لان احنا حاطين هنا ليا او دهن زي ما قلت لكم. هنا حسيت ان هي عايزه كمان معلقه زي ما قلت لكم صغيره من بهارات الحواوشي، حطيت يعني انا حطيت 3 معالق صغيرين من بهارات الحواوشي، وحطيت معلقه صغيره من بهارات الكبسه او بهارات الفراخ او بهارات اللحمه اللي متوفره عندك. كان عندي بهارات كبسه فحطيت، هتبقى حلوه برده لو حطيتها بهارات اللحمه. وحطيت الملح بتاعي، ظبطت الملح بقى حسب الرغبه، فردت الكره الاولى وحطيت الحشو بتاعي في النص، وبعد كده هفرد اللي انا هغطي بيها الكره الثانيه من العجين واحطها على وشها، بس بفردها في صينيه ثانيه وندهن الصينيه قبل ما نفرد العجينه بتاعتنا عشان تبقى سهله معايا كده في الفرد. اظن الخطوات كده سهله وبسيطه، ما فيش فيها اي صعوبه خالص. عايز اقول لكم انا دخلت المطبخ نص ساعه بالظبط، وكان ما شاء الله الحجم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي كان جاهز مسافه نص ساعه. هتقولوا ازاي؟ هقول لكم ما شاء الله الخطوات اللي انتوا هتمشوا عليها دي مش هتاخد معاكم وقت نهائي. زي ما قلت لكم انا دفيت الميه عجنت بيها، العجينه خدت معايا بالظبط ربع ساعه بالظبط، اصل عندي هنا يعني المطبخ بتاعي حامي شويه والشمس فيه، فخمرت مسافه ربع ساعه. وهي بتخمر في الوقت ده كنت انا ايه جهزت الحشو اللي انتوا شايفينه، اللحمه والخضروات دي كان كله جاهز شايفين في نص ساعه، يا دوب حشيت وكنت مولعه الفرن عشان خاطر ان انا داخل الصواني تستوي على طول. حطيت الرق الثاني وبدات اقفل، اجيب من فوق الرق اللي فوق لتحت وانزله لتحت،
تمام كده، وبضغط كويس جدا عشان ما تفكش معايا. الخطوة دي اهم خطوة، تضغطي كده على بصوابعك وانت بتعملي الاتنين فوق بعض، شايفين؟ مش عايزين اللحمة تطلع خالص، وعشان بعد ما تستوي ما يفصلوش. يا سلام بقى لو هتعمليها بالشوكة، زمان هوريكم كده الشكل النهائي. انا كده جبت الشوكة وفضلت اضغط عليها وبرضو فتحتها من فوق بحيث ان هي ما تقبش معايا، شايفين؟ شايفين اصلا الشوكة معلمة فيها، شكلها حلو قوي، مديها ديكور حلو. طلعتها خلاص، ولعت من تحت وفوق ورشيت عليها كده بخار، يعني بخاخه من الميه او شويه ميه، بحيث ان هي تبقى طريه شويه، ما تبقاش ناشفه قوي، لانها اول ما بتطلع بتبقى ناشفه قوي، فكنا مستعجلين. فالمهم كده يعني دي الاولى قطعناها ودي التانية، وان شاء الله بالف هنا وشفا على اللي جربها يا رب.